صباح الخير عليكم مشاهدي قنوات دريم في كل مكان. صباح الأمل، صباح التفاؤل، أجمل وأحلى صباح عليكم مشاهدينا. أهلا بيكم وحلقة جديدة وصباح دريم النهاردة الاثنين 13 يناير 2014. أولا بحب أهني كل مصر بالمولد النبوي الشريف، كل سنة وانتم طيبين. والحقيقة عندنا مناسبة سعيدة أخرى غدا إن شاء الله، يبتدي ميلاد جديد لمصر غدا، الاستفتاء على الدستور الجديد. حلقتنا النهاردة فيها فقرات متعددة، هنبتديها بفقرتنا الصحفية اليومية وأهم ما صدر في الصحف المصرية لهذا اليوم، وبعد كده هيكون معنا مجموعة من التقارير ونبدأ شارع المصري. فقرتنا الرئيسية لهذا اليوم وفقرة أحوال الناس هنناقش فيها تكملة للحقوق الدستورية للمواطن المصري اللي إن شاء الله هنروح كلنا بكرة نستفتي عليه، بكرة وبعده 14 و15 يناير. ونهاية هنحتفل معاكم مشاهدي صباح دريم بالمولد النبوي الشريف، ويكون معانا فقرة فنية عن المولد النبوي الشريف. مرة تانية بصبح عليكم واستنونا بعد الفاصل. نريد حشدا للدستور يبهر العالم ويوقع الرعب في قلوب الإرهابيين. اخرجوا جميعا أيها الشعب المصري لصناديق الاستفتاء لنري العالم كله شرقه وغربه، ولنري من أراد أن تسيل دماء أبناء مصر على أرض مصر، ولنري من في قلبه ذلك الحقد الأسود الأعمى، لنريهم من هم المصريون، لنريهم من هم المصريون. يلا كمل ثورتك، دي أهم خطوة نبتدي بها الطريق، وبعدها ممكن نغير كل شيء. يعني نكون أو لا نكون حلمك قصادك، لو يهو صار كل اللي اتبنى ده نهد فيه. ما بقتش خايف هنزل مهما يجرى ايه، هنزل وأشارك صوتي أتحاسب عليه. قدام عينيا الاختيار، ما سيبش بلدي للدمار، خسارة كل اللي اتبنى ده نهد فيه. انزل وشارك في اللي جاي قول كلمتك، شيل أي فكرة جوه بالك تحبطك، دلوقتي بلدك محتاجة لك همتك، بيتك تغير يلا كمل ثورتك.
مرة أخرى بصبح عليكم مشاهدي صباح دريم في كل مكان في الوطن العربي، ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم بفقرتنا الإخبارية وأهم ما نشر في الصحف المصرية لهذا اليوم. نبدأها من جريدة الأهرام. الرئيس يطالب الشعب بالنزول غدا كما فعل أيام 25 يناير و30 يونيو و26 يوليو في احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف بمقر رئاسة الجمهورية أمس الأحد. طالب السيد الرئيس عدلي منصور الشعب بالنزول غدا للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي يتخذ مبادئ شريعتنا الإسلامية أساسا للتشريعات المنظمة لحياتنا، ويحترم الشرائع الأخرى، ويحفظ للجميع حقوقهم وحرياتهم. وقال السيد الرئيس حرفيا: فلنخرج جميعا كما خرجنا في 25 يناير وفي 30 يونيو وفي 3 يوليو والسادس 26 يوليو لكي نكمل ثورتنا كما أردناها بدستور يكون هو أول انطلاقتنا نحو دولتنا المدنية الديمقراطية الحديثة وليس آخر محطاتنا فيها. ما زلنا في جريدة الأهرام. السيسي: العالم سيرى وطنية وانضباط الجيش المصري. قبل ساعات من توجه ملايين المواطنين غدا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على دستورهم الجديد في ظل إشراف قضائي كامل، أكد السيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد أن القوات المسلحة ستقوم بتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالتعاون مع وزارة الداخلية. وقال السيسي: أن العالم سوف يرى مدى الانضباط والوطنية والخلق الحسن الذي يتمتع به الجيش المصري في تعامله مع المواطنين وضيوف مصر المتابعين للاستفتاء. جريدة الوطن. عدلي منصور يلمح الرئاسية أولا، والسيسي يبكي بسبب عينان لا تمسهما النار. ألمح الرئيس عدلي منصور إلى إجراء الانتخابات الرئاسية عقب الاستفتاء، وقال أن إقرار الدستور ستعقبه استحقاقات أخرى، حيث سيكون لمصر رئيس منتخب ندعو الله أن يستلهم هدى الرسول وسيرته في حكمه. ووجه منصور الشكر إلى الجيش والشرطة خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فدمعت عينا الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. معنا هاتفيا الأستاذ والمناضل البدري فرغلي. صباح الخير يا فندم. أيوة صباح الخير، أهلا بيك يا فندم وبصبح على حضرتك. ويعني عايزين نسمع بقى رأي آراء مناضلين وأبطال بورسعيد، تقول لهم إيه من خلال صباح دريم النهاردة؟ هو النهاردة كل عام وأنتم بخير بميلاد نبينا ورسولنا، وبكرة إن شاء الله هيكون ميلاد جديد لوطن خالي من الحقد وخالي من الكراهية، وطن يجمع كل المصريين، وطن لا يفرق بينهم. احنا فعلا قررنا بالامس ان احنا اللي هنروح نحمي مقرات الانتخابات الاستفتاءات. أنتم كمواطنين يا فندم؟ إحنا المواطنين من أبناء بورسعيد. تمام. اعتبرنا صناديق الاستفتاء خنادق جديدة، خنادق جديدة هندافع بيها عن الوطن، واعتبرنا التصويت في الاستفتاء هو تصويت على الوطن نفسه وليس على الدستور. إحنا اللي بنينا هذا الوطن واحنا اللي هنحميه. تمام. ولا يمكن لاحد ان يستمع لكلام كله تخريف. هل يمكن لوطن وشعب ان يسقط؟ في التاريخ لم يحدث ان شعب اتهزم حتى من كل اعتى الدول. مصر الكبيرة العظيمة هتحتفل بانتصارها ليس يوم 15، من يوم 14 صباحا، من بكره ان شاء الله ستتدفق الى الصناديق وهي خنادقنا الجديده نحمي مصر وشعب مصر. وانا بقول للناس، بقول لاصحاب المعاشات، انا عارف ان احنا بنعيش في الام صعبه جدا، هي نفس الام الوطن نفسه.
علينا أن نكون في المقدمة لأن إحنا اللي بنينا الوطن. صحيح. وعليكم أنتم، أنتم أصحابه، أنتم ملكمش وطن تاني ولا لكم مكان تاني. هو الوطن ده انزلوا من الصباح وتدفقوا على الصناديق حتى يراكم العالم، حتى تتباهى بكم مصر. صحيح. يراكم العالم وأنتم في المقدمة لأن أنتم أصحاب الوطن. العالم فيه خداع وتضليل، قوة استعمارية كبرى تريد إسقاط وطننا. عاوزينهم يشوفونا، مش يقولونا في تشوب، لا ده احنا بكرة كلنا نازلين من بكرة بكرة وبعده يا فندم، يعني مش هيبقى يعني كلام بقى فوتوشوب وتشويه مصر مرة أخرى، لن نسمح به. بكرة إن شاء الله أول خطوة نحو مستقبل مصر المشرق بهذا الدستور العظيم الذي يعني لا يفرق زي ما حضرتك قلت بين المصريين، وطن يجمعنا كلنا، وزي ما حضرتك قلت أيضا إحنا ملناش وطن غير هذا الوطن، ملناش وطن غير مصر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات. معنا على الهاتف أيضا الدكتورة كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. صباح الخير يا دكتورة. أهلا، صباح الخير. صباح الخير عليكي. اتفضلي يا دكتورة. الحزب الاشتراكي المصري. الحزب الاشتراكي المصري، عفوا. أيوة اتفضلي. أولا كل سنة حضرتك طيبة. وانتي طيبة ومصر طيبة ومصر بخير. يعني عايزين بقى نسمع تعليق حضرتك ورسالاتك للشعب المصري من خلال برنامجنا وحلقتنا النهاردة عن الدستور غدا، ماذا تقولي للشعب المصري؟ اقول للشعب الاول ان الرسالة كانت وصلت، رسالة السماء ان يكون في اسبوع المولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد، وان الشعب المصري الذي خرج يحضن مسلميه مسيحيه ويهنئوه بعيد الميلاد يوم الثلاثاء، النهاردة ايضا اخواتنا المسيحيين بيهنئونا بالمولد النبوي. فبنقول ان ده شهر جميل جدا جاء فيه هذه الرسالة لتقول أن مصر البلد التي كان موسى كليم الله على أرضها، والتي كانت العائلة المقدسة سارت في أرضها واحتمت، والتي يعني فتحها ودخل إليها الإسلام، هتستمر. أن مصر بكرة هتسترد مصر، احنا هنسترد مصرنا، هنسترد هويتنا، هنسترد تسامحنا، هنسترد اخلاقنا، هنسترد ضميرنا، هنسترد انتمائنا، هنسترد وطننا. وطننا بالظبط. عشان كده اللي هينزل بكره هياخد مصر وهيطرد الاعداء من مصر. مصر طول عمرها من الهكسوس للنهارده بتسطر ملاحم، بتطرد كل اللي يريد بيها سوء أو شر أو يعتدي عليها. المرة دي الألم أكبر، لأن هذا المعتدي معتدي في الداخل أو المعتدي الخارجي الذي يريد تقسيمنا بأياد مصرية، يعني مش عايزة أقول مصرية بقى، بأياد خانت هذا الوطن وقررت أن تقسمه وقررت أن تبيعه، لا انتماء ولا وطن لها. فأنت لما بتنزل بكرة يا شعب مصر بالملايين، أنا واثقة من ده، أنا نزلت لفيت أنت عارفة لكل المحافظات والقرى، الناس كانت بتزغرت، الناس كانت بتقابلنا أنها نازلة علشان تحتفل بمصر في 14 و15 عشان نسترد بمصر. كانت الكلمة أني عمر ما حد يجي على مصر وأنه أبدا يكسب، كانت الكلمة مش هنعود تاني لاستبداد خلاص، مش هنعود تاني لحد يعني فينا. المصريين فهموا يعني ايه وطن، ويعني ايه حافظوا على هذا الوطن، وجربوا ان الوطن كاد ان يضيع مننا طبعا، يعني لولا ان الله دائما يحرس هذا البلد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتورة كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري. نعود لاستكمال أخبارنا مشاهدينا مرة أخرى، ومن جريدة الشروق 80 ألف مراقب يتابعون
استفتاء واستبعاد 5 منظمات إخوانية. وافقت اللجنة العليا للانتخابات على إصدار أكثر من 83 ألف تصريح متابعة للاستفتاء لمنظمات محلية ودولية، بينما استبعدت 5 منظمات يديرها منتمون لجماعة الإخوان الإرهابية. وإلى جريدة الجمهورية، 15 عاماً سجناً عقوبة تكرار التصويت. أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، ونص القرار على أن تستبدل كلمة بالحبس الواردة في المادة 49 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالسجن من 3 سنوات إلى 15 عاماً. كانت المادة 49 المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. وإلى جريدة المصري اليوم، الدولة تستنفر للعبور إلى الاستفتاء. أعلنت مؤسسات الدولة كافة حالة التأهب لتأمين عملية الاستفتاء التي ستبدأ غدا الثلاثاء لقطع الطريق على أي محاولة من جانب الإخوان لإفساد أولى خطوات خارطة الطريق. وإلى جريدة الأهرام، شيخ الأزهر: الدستور لا يخالف شريعة الله. طالبت هيئة كبار علماء الأزهر جميع المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء، وأكدت في بيان صادر لها في ختام اجتماعها مساء أمس بمشيخة الأزهر أن مشروع الدستور الجديد ليس فيما يخالف دين الله تعالى أو أحكام الشريعة الإسلامية. وناشد أعضاء الهيئة الشعب المصري أن لا يلتفت إلى الفتاوى التي تحثه ألا الخروج أو ترعبه من الخروج للاستفتاء أو تبيح الدماء، مؤكدين إلى أنها فتاوى باطلة شرعا وعقلا، وأن الأزهر الذي شارك في لجنة إعداد مشروع الدستور بفريق من علمائه اطمأن إلى أنه ليس في الدستور ما يخالف الشريعة، وأنه ما كان لعلماء الأزهر أن يقرروا شيئا يخالف دين الله تعالى. وإلى جريدة اليوم السابع، الأرصاد: طقس مستقر يومي الاستفتاء وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. أعلن أحمد حسين رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تشهد طقسا مستقرا على كافة محافظات ومدن الجمهورية، مما يسمح بالخروج للجان الاستفتاء على الدستور اعتبارا من الساعة الأولى من الصباح وحتى الفترات المسائية، مع اتجاه الحرارة للارتفاع التدريجي لتتجاوز معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام. إلى هنا انتهت أخبارنا مشاهدينا، ولكن معنا الحقيقة شكوى قدمت أمس لبرنامجنا صباح دريم، نحب ننوه عنها في نهاية هذه الفقرة. الحقيقة عمال الشركة الوطنية للزيوت النباتية بيعتصموا داخل الشركة، والإدارة بتستعين بالبلطجية. 85 عامل في الشركة الوطنية للزيوت الوطنية بمدينة برج العرب لمطالبة إدارة الشركة بتنفيذ وعدها لهم بتثبيتهم والتأمين عليهم ضمن موظفي الشركة، إلا أن الإدارة الأجنبية في سابقة خطيرة جدا استعانت ببلطجية لضرب المعتصمين، واتهمت العمال بأن هم إخوان في محاولة منهم للضغط عليهم للتراجع عن موقفهم. الحقيقة برنامج صباح دريم انفرد بفيديو وصور بتكشف لنا استخدام الشركة للبلطجية المأجورين والكلاب البوليسية، أو يعني هم الحقيقة ما جابلهمش كلاب بوليسية، جابلهم كلاب، وتتقدم ببلاغ إلى الجهات المسؤولة لوقف ما يحدث من ممارسات غير قانونية أو أدمية تجاه عمال كل مطالبهم التثبيت والتأمين عليه كباقي الموظفين، ما عندهمش مطلب تاني، يعني ما ينفعش نطلق عليهم كلاب مسعورة يعني. معنا هاتفيا احد العاملين بهذه الشركة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ممكن تفاصيل اكتر من حضرتك، احنا عارفين حضرتك رافض تقول اسمك، ولكن يعني قول لنا كده تفاصيل بالنيابة عن العاملين في هذه الشركة، ايه اللي حصل بالظبط؟ والله انا عايز بس اصحح معلومه صغيره، احنا 85 عامل موجودين في باركنج الشركه معتصمين بقالنا من يوم 15/12، بس المعلومه ان احنا فعلا عمال موجودين في الشركه من 10 سنين بدايه تشغيل مصنع. المصنع ده بينتج حوالي 60% من علف الدواجن في مصر، وحوالي 40% من زيت الطعام اللي بتستقبله هيئه السلع التموينيه، زيت الطعام زيت التموين. احنا بقالنا 30 يوم معتصمين في الشركه بعد 10
ايام من الاعتصام كنا شغالين داخل المصنع، بنخش نشتغل ونطلع نعتصم في مكاننا في في مكان يعني ما توقفتوش عن العمل يعني؟ ما توقفناش عن العمل، احنا كنا شغالين ومعتصمين في نفس المكان الشغل في مسجد الشركه او في كافيتيريا الشركه او لوكر خلع الملابس، حجره خلع الملابس. اتفاجئنا في بعد اسبوع من او 9 ايام بالظبط من الاعتصام الساعه حوالي 12 ونص بالليل او واحده بحوالي 200 او 300 فرد اشكال غريبه، بادي بيلدينج وكلاب بوليسيه دخلوا بلطجية يعني جدا. بلطجيه اشكال غريبه جدا في وقت كنا كلنا نايمين، ناس يعني ما فيش حاجه نعملها غير ان احنا موجودين في مكاننا معتصمين سلميين ومبلغين الجهات كلها، لوزاره القوى العامله، مكتب العمل اسمه برج العرب، المحافظ، كل الاماكن متبلغه ان احنا في اعتصام سلمي وعايزين نشتغل مش اكتر من كده. طردونا بره الشركه في باركنج الشركه ولحد الان الشركه رافضه ترجعنا مكاننا تاني، لكن احنا فعلا كل ما طالبنا اعمال القانون مش اكتر. اعمال القانون. طيب قانون انا التنفيذ لا تمام اتفضل. تمام. أنا طبعا يعني المشكلة بيتم عرضها الآن بشكل سريع يا أستاذ، ولكن بعد إن شاء الله يعني بعد فترة إحنا هنتابع هذه المشكلة. ومعنا أيضا إحدى العاملات بنفس الشركة. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا فندم، إزاي حضرتك؟ صباح الخير يا أستاذة نهى، وكل سنة وحضرتكم طيبين. حضرتك طيبة. اتفضلي يا فندم، هل كان لديك تعليق على ما يحدث في الشركة الوطنية للزيوت النباتية أيضا، وحضرتك طبعا إحدى العاملات؟ والله أنا موظفة في الشركة، أنا متضامنة مع زمايلي لأن هم ما فيش أي حاجة غلط حصلت منهم غير أنهم عايزين يطبقوا القانون. بالزبط. حضرتك دلوقتي لما الشركة تتعنف أنها تسمع النقابة، طب هي هتسمع من مين؟ يعني دلوقتي مين المطلوب منه أنه هو يتكلم مع الشركة؟ يعني الشركة ما سمعتش كلام من النقابة؟ لا لا، رفضت تقابل النقابة يعني؟ رفضت تقعد مع النقابة. جات لنا حضرتك لجنة من القوى العاملة في الشركة، رفضوا يعني قعدوا مع اللجنة ورفضوا يعني رفضوا حضرتك يقعدوا مع النقابة، رفضوا دخول النقابة أصلا أنها تحضر الاجتماع. فدلوقتي حضرتك إحنا كل اللي مطلوب دلوقتي الناس دي هيتخذ. هو حضرتك معتصمة؟ حضرتك معتصمة؟ لا حضرتك أنا لو بإيدي أعتصم معاهم كنت اعتصمت. لكن أنا طبعا إن هم عدد كتير وبيتعرضوا طبعا لمخاطر كتير حوالين منهم. فطبعا انا حضرتك دلوقتي هم بيتهموهم ان هم ارهابيين وان هم عايزين يبوظوا المصنع، وان هم ازاي ناس شغاله بقالها 12 و15 سنه في الشركه وحضرتك بتتهمهم النهارده بالارهاب. طيب. النهارده انا بحيي رئيس اسم برج العرب ان هو رفض يتخذ ضدهم اجراء الا لما عمل عنهم تحريات كاملة، وأثبت في التحريات دي إن هم ما بينضموش لأي جماعة ولا أي فصيل ولا أي فصيل سياسي ولا يمتوا للسياسة بصلة. طبعاً. أمال إيه يا أستاذة حكاية البلطجية والكلاب المسعورة دي؟ والله إحنا اتفاجئنا، زمايلي باستمرار معهم على التليفون لأن أنا معهم طبعاً في أوقات كتير، فطبعاً اتصلوا بي الساعة 2 بالليل وقالوا إن في كلاب اتعرضنا لهجوم. حضرتك في واحد وقع جات له جلطة، وواحد تاني جاله حالة تشنج، وناس سرقت منهم الساعة 2 بالليل، مدخل عليهم بلطجية حوالي 200 بلطجي بأسلحة بيضة وكلاب حراسة موجودين معهم لغاية دلوقتي. يعني موجودين، حضرتك رفضوا يدخلوهم المسجد يتوضوا يصلوا، رفضوا يدخلوهم المسجد، ما قاعدينهم بيناموا فين؟ بيناموا. مطلب أخير يا أستاذة حضرتك تطلبي. المطلب الأخير يا أستاذة مها، العمال دول مش معتصمين ولا مضربين عن العمل، العمال دول قاعدين عشان خاطر الشركة رافضة إنها تدخلهم يشتغلوا، الشركة موقفة الشغل بقالها شهر. النهاردة مطلوب منهم زيت ومطلوب منهم حاجات بتوصل الدولة زيت تموين، إيه اللي هيحصل معاهم دلوقتي؟ بيضغطوا على الحكومة ضدهم ان دول ناس معتصمين، دول مضربين عن العمل. تمام. علشان الدوله تاخد معاهم اجراء، هو مش عارف يمشيهم. تمام. هو مش عارف يمشيهم، هو عايز يسرح العماله دي كلها. تمام. حضرتك انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا، وسنكون في متابعه لهذه المشكله. الدستور الجديد بيكفل حق كل من العامل وصاحب العمل يعني، بس الى ان يفعل هذا الدستور ويصدر له تشريعات، كل اللي عايز يمشي عمال من عنده هيروح يتهمهم ويقول عليهم
إخوان. فأرجو يعني فعلا, وإحنا يعني بنحيي طبعا الشرطة أن هي تحرت عن هذا الموضوع وأثبتت بالدليل القاطع أن هم ليسوا إخوان. طيب إحنا انتهت فقرتنا الأولى لهذا اليوم مشاهدينا, وبعد الفاصل انتظرونا وفقرة التقارير.